صحتك ايش هزت؟ هدى مرحبا بيك. اهلا بيك منال، صباح النور، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين. اليوم جولتنا في حفتك تهزت كانت في ماشي قليبيا. عملنا جوله، خذينا الاسواق نتاع الخضر والغلال، لحوم البيضه والحمراء ولحوم الاسماك. بالنسبه نبدا اول حاجه، اللي فماش حركيه منال اليوم في ماشي قليبيا، تحس معناها ما فماش ناس تشري، اما الاسواق كانت طالعة شوية بارافور اللي مارشي الخرين. اي نبداو بالخضر منال. جست على الحركة، قلت لي ما فماش عباد. ما فماش عباد. والاسباب حسب ما ريت انت اليوم. الاسباب اسباب عدم وجود ناس تقلي من المارشي نتاع قليبيا. الاسباب ما فماش حسب البياعة، معناها قال لك ناس تشريت اول رمضان النهار الاول. بعديك ما فماش. معناتها قضاو من الاول، قضاو قضية جمعة وقعدوا جمعة هذه مرتاحين. بالضبط. واضح. نبداو مع الاسعار. الاسعار بالنسبة للخضر، الفلفل مسكي بين دينار و 2500، الفلفل الحار دينار و 700 ودينار 950، الطماطم فما دينار و 200 وفما ب 14%، البطاطا فما ب 600 وفما ب 800، البصل 980 كيلو، ود القمرة فما بدينار و 800 وفما ب 15%، القرع الأخضر 980، قرع أحمر قرع أحمر دينار و 500، السناريا دينار، الليتشي 600 الرابطة، والفجل ب 700، الباذنجان 2300، الخضر الورقية المعدنوس والسلق والكلاف 500 الرابطة، الثوم فما 7500 وفما 9000، والقارص ب 1380 كيلو. مقارنة بالأسواق الأخرين بخيس كيف كيف. بالضبط. أما المواسين الكل قالوا إنه الأسواق طالعة شوية. واضح. به. نتعديو للغلال. بنبداو بالبطيخ، الكيلو بدينار و 380، الدلاع ب 800 كيلو، الخوخ ثمل ب 3200 بوتا بقايا، والنورمال ب 2500، المشمش ب 2600 كيلو، بنان فما ب 3500 وفما ب 3800، الفريز اليوم ما فماش فريز منال، التفاح فما الكيلو ب 8000، العوينه ب 3500، والبوشاع ب 2500 كيلو، والدقله ب 8500 كيلو. وربي قدرنا على شريان القفه هذه. بالضبط منال، وحتى المواطنين الكل اتفقوا انه الاسواق اليوم كانت طالعه شويه. نمر منال للحوم الحمراء والبيضاء. نبداو باللحوم البيضاء. الدجاج الكيلو ب 4800، سكالوب 9990 الكيلو، الداند اليوم ما فماش داند في سوق قليبيا. اللحوم الحمراء، اللحم العلوش الكيلو ب 22 دينار، اللحم بقري ب 18 دينار الكيلو، والمخلط ب 12 دينار. واضح. نمر للحمراء منال. كيفاش منال؟ تفضل تفضل كمل هدى. هكا كملنا اللحوم الحمراء والبيضاء. وبالنسبه للاسماك السردينه اليوم، الاسماك ساعه ما شاء الله متنوعه، فما برشا الوفره موجوده، مي الشرايا ما فماش، وحتى اللي يبيعوا اكيد باش تلقى السمك موجود بوفره، خاطر انت في قليبيا وين البرت وين بالضبط. وين متواجد السمك. بالضبط. نبداو بالسردينه منال، دينار و 500 كيلو، البوقة ب 2500، الشورو ب 2500، الكومبري ب 8000 الكيلو، البوري 10000 الكيلو، الحمرايه ب 12 دينار، القاروس فما ب 16 دينار وفما ب 38 دينار، الشوفريت 10000، الكروزيت فما من 40 حتى 45 دينار الكيلو، القرنيت ب 12 دينار، الدورات ب 13 دينار و 800، النازلي ب 12 دينار، تريليا من 8000 حتى 20 دينار، البلاميت الكعبه ب 3000، والملاني من 28 دينار حتى 34 دينار. اسعار مرتفعه. اسعار مرتفعه، والشرايا ما فماش. البائعين نتاع الاسماك قالوا انه كعبتين وكعبه معناها يشريوا، وحتى من السلعه يضطروا انه مرات يبيعوها باقل من السوم نتاعها. واضح. شكون معاك هدى اليوم يحب يتدخل معنا؟ معنا وليد بائع خضر، اليوم باش يعطينا رايه في الاسوام،
وهل انه فما مواطنين معناها يقبلوا على الشراء ولا؟ مرحبا بك وليد معنا على راديو ماء. السلامه وليد، تسمع فيها؟ تسمع فيك. باهي وليد، مرحبا بك على غا جماد. حبيت نسلك اول سؤال، علاش ارتفاع الاسعار هكا في الغزار والغلال؟ ارتفاع الاسعار انه نقص شويه في الشراء وقلت السلعه تلقاها غاليه شويه. مش تقول لي قلت ما فماش معناتها حرفاء يجيو؟ نتصور اذا كان ما فماش حرفاء نقصوا في الاسواق باش الحرفاء تجي هكا ولا؟ صحيح ان النقص في الاسوان من الجمله هي اللي تحكم فينا معناها الجمله. واضح بالغالي شويه تبيع بسومه. واضح. انت كانسان معناتها ماشي كحريف باش يشري الخضره والغلال، اي كيفاش رايك؟ شنو رايك في الاسعار؟ رايي اني غاليه شويه. سوق الجمله غاليه شويه. اش تعمل انت، تقاطع ولا ما تقاطعش؟ كيفاش؟ تقاطع ولا ما تقاطعش؟ اذا كان كان ياخذوك كحريف مش كبائع. كحريف؟ ايه كحريف يلزمني معناها نشري معناها باش ناكل معناها كيما ناكل. واضح واضح. باهي المراقبه وليد، فما مراقبه في السوق ولا؟ فما مراقبه صحيح. جاوكم فما مراقبين؟ اي فما مراقبين اسعار يوميا معناها موجودين. واضح. شكرا ليك وليد على التدخل معنا على غاديو ميد. فوالا دونك هدى نرجع معك. وي منال، هكا نكونوا كملنا جولتنا اليوم في قفص كشازة. سلم ملتقانا يكون في مارشي اخر منال. قفص كشازة.